مساحتنا الأخيرة رش رح تكون ضمن عالم الصحة والتغذية، ونحكي فيه عن مرض السكري بكل أنماطه. يا ترى مريض السكري بيقدر يصوم ولا لا، وشو الدواء المناسب له، والكثير من النصائح والاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا لليوم الصيدلانية رشا موسى. يسعد صباحك. يسعد صباحك. رمضان كريم. صباحك نرمين. صباح الخير رشا. حلو هيك حدا يكون نفس اسمك. صباح الخير رشا. تمام. كيفك؟ تمام. رمضان كريم عليك. وعليك يا رب حبيبتي. هلا بالبدايه مثل ما نحن بنعرف انه رمضان هو وقت انقطاع للصيام، انقطاع عن الطعام والشراب من اذان المغرب لاذان الفجر. مريض السكري هلا هون ما فينا نقول انه هو بيحمله بس مخاطر، ففي مخاطر وفي مساوئ اثناء الصيام. هلا نبلش اول شيء، مين هن المرضى يلي ما بيقدروا يصوموا بشهر رمضان، او مين هن المرضى يلي هدول يعني خطر كثير لهم خصوصيه؟ تماماً. يعني دائما نحن بنعرف انه مرض السكري برغم انه فترته كثير يعني بترافق العمر، دائما في محاذير، يعني اللقمه ممكن تنزع كل شيء بجسم، يعني تنزع لك هذا البرنامج اللي ماشي عليه. تماما. وخاصه انه مرضى السكري هنا مصنفين ثلاث تصنيف: قليل الخطوره، متوسط الخطوره، عالي الخطوره. طبعا هذا التصنيف ضمن الاي دي اف، هي جمعيه السكري بالعالم. فلهيك هالعالي الخطوره هون ما بيصوم ابدا. متوسط يعني على الخطوره؟ معلش، اللي بيروح لابر الانسولين هو حدا؟ لا، هلا ابر الانسولين ما نشرت انه اذا واحد عم يتعالج بالانسولين انه هو كثير، مثلا عالي الخطوره بيكون متضمن مضاعفات، عنده اعتلال كليه، اعتلال كبد، عنده مشاكل بالرؤيه، مشاكل قلبيه، هذا بيكون كثير عالي الخطوره، يعني عنده مثل ما بيقول الاجهزه النبيله او النادره بالجسم انه هي بتكون انه متضرره. وهون بيكون الصيام اكيد ما نو امن. تماما، هو بيكون غير امن ابدا. هلا نحن عندنا المرضى يلي عندنا محاذير انه هدول ما بيصوموا، اللي عنده دائما سكري مرتفع فوق 300 او اللي سكري تبعه تحت 70 ملي جرام على الديسيلتر، هذا ابدا ما بيصوم. عندنا كمان النساء الحوامل او المرضعات او الاطفال. اطفال السكري نحن بنعرف انه في مرضى السكري من 6 شهور لل 25 سنه، هذا السكري نمط اول. فكمان هلا اذا كان يعني بعمر تحت العشر سنين ما بيصوم هذا بشهر رمضان، بكون كمان عم يتعالج بالانسولين. كمان اللي بيتعالجوا بالانسولين بس بياخذوا 3-4 جرعة باليوم، هدول ما بيصوموا بشهر رمضان. عندنا كمان الامراض، المرضى السكريين يلي عندهم امراض مزمنه مثل ما هلا حكينا، امراض قلب، كليه، اعتلالات، هدول ما بيصير ابدا انه يصوموا بشهر رمضان. كمان اللي عندهم مخاطر مضاعفات السكري مثل خلل بالعين، اي شيء معه مضاعفات سكري، كمان هذا ما بيصير يصوم ابدا. فهدول هن يعني الاشخاص اللي نحن بنتجنب انه يصوموا برمضان. طبعا بالبدايه انه الشخص المريض السكر كيف هو بيعرف حاله بده يصوم او لا؟ اكيد 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 انه بيروح على دكتوره يلي هو بيعرف حالته قبل شهر من رمضان، مو قبل بيومين ثلاثه انه انا خلص قررت صوم لروح، لا، قبل اقل شيء شهر. هون بيروح عند الطبيب، بيعمل له الطبيب بيطلب منه تحاليل بشكل عام، تحاليل سكر دم، تحاليل كلية، تحاليل عامة، وهون على أساسها بيقرر إنه هذا المريض يا أنت حتصوم يا ما حتصوم. مو يجي الدكتور يقول له إنه أنت ما حتصوم يروح لا أنا بدي صوم، أو والله أنا جاري عنده نفس المستوى السكري فأنا بدي صوم، لا، جارك يمكن ما عنده مضاعفات، أنت عندك مضاعفات. تمام. طيب خلينا نحكي هيك معلومة تثقيفية، دائما نشوف انت ذكرتي نازل سكري او طالع السكري، هدول الاشخاص علاجهم نفسهم عم بيكون يعني مثلا متعودين على اشخاص ولنفرض بينزل ضغطه ممكن بيعطوه ملح بيرتفع ضغطه، السكري نزل السكر عنده بنعطيه سكر ولا لا؟ مو هيك هلا العلاج؟ تمام. هلا نوبات انخفاض السكر الحاله الاسعافيه الاولى هي اكيد قطعه سكر، بس هون كثير مهم نقطه، نحن كيف نعرف اذا نازل السكر؟ تماما. يعني كثير نقطة كثير مهمة هي، وكثير فيها حذر، وفي ناس كثير صار في وفيات كثير بسبب هي القصة، انه انصابوا بنزول سكر مفاجئ ما حدا عرف يتعامل معهم بشكل صح، ادت للوفاة بالنهاية. تماما. هلا دائما نوبات انخفاض السكر تترافق بأعراض فورا بتبلش متى ما حس حاله المريض، بلش يحس بتعب، بدوخة، برشفة، بتعرق، خلل بالرؤية، انه هون خلص هذا معناها اكيد صار عنده نوبه هبوط سكر. هلا صارت متوفره حتى اجهزه قياس سكر بالبيت، صح. يعني اذا ما قدرنا ياخذه على صيدليه او شيء خلص فورا، نحن بنعرف انه هذا الشخص بيعاني دائما من نوبات، فلازم الجهاز يضل عنا. حتى مريض مثلا سكر دائما السكري تبعه عالي وخاصه خلال رمضان. يعني عفوا، شو اعراض ارتفاع السكر كونه نحن بتبين كمان ظاهره؟ هلا دائما اعراض ارتفاع السكر او مثل ما بنقول هو المرض الغير مؤلم،
فما بيحس عليه لكن ليش تماما. بس يمكن بيقولوا في نقطه انه بيصير في ارتفاع درجات حراره بالاطراف بالرجلين اكثر شيء او نمل، يعني بيصير شويه نمل، بس هو اكثر شيء يعني العرض اللي كثير شائع هو كثره التبول وكثره العطش. انه هون نحن بنعرف انه هذا انه معقول معه سكري، يلا لنروح نعمل تحاليل. صح، حتى يعني النساء اللي اول ما مثلا ما بيكونوا متجوزين وبدها تكون مثلا حامل او شيء، فبتضلها بتفوت على الحمام بتفكر انه معها سكري، قد ما انه عرض انه كثير مهم ومختص بمرض السكري. تمام. اليوم بس هيك سؤال، ذكرتي حضرتك انه اليوم اعراض نزول السكر، طيب هي ما فينا كمان نطبقها على هبوط الضغط؟ يعني كثير قريبه. هلا لا، هبوط الضغط شيء والسكري شيء ثاني، يعني شيء شيء علميا ولكن كظاهريا، يعني انا وقت الحدا اي حدا بينزل ضغطه بتحسي فورا ضغط. تمام، دوخه بس ما دوخة. بيصير ما بيصير عنده هالتعرق. ما بيصير عنده اعراض عصبيه ذاتيه مثل خلل الرؤيه، تشوش بالذاكره هيك. ممكن هدول اكثر شيء نقاط يعني نرتكز عليها لنقدر نفرق ان كان ضغط او سكر. طبعا اكيد، يعني هي تماما الاعراض العصبيه الذاتيه هي اللي بتفرق لنا. طيب. خاصة أنه نحن أكيد أكيد المريض يلي حيصيبه نوبة انخفاض سكر، أنه نحن بنعرف أنه هذا الشخص يعني بيكون عنا اطلاع سابق أنه هو أكيد بيصيبه بالعادة نوبات هبوط سكر. فدائما يعني العلاج السريع إذا حدا لا سمح الله ببيتنا صابه فورا، قطعة سكر بالبداية، بعدين ممكن جلوكاجون كذا بناخده على المشفى حسب حالته، اذا اغمى عليه اكيد مشفى. طيب رشا، لحد الان حكينا عن انماط السكر وانواعه ومين الاشخاص اللي بيقدروا بيصوموا ولا، وهيك اخذنا معلومه سريعه عن انخفاض السكر وكيف ممكن نتعامل معه وارتفاعه. خلينا ننتقل للنظام الغذائي اللي بده يكون بشهر رمضان الكريم، يعني المائده الرمضانيه والاكلات الحلوه، الحلويات بكثره موجودة وين ما رحنا. مريض السكري كيف ممكن يتعامل مع هاي الأكلات سواء كانت على إفطار أو بعده أو بفترة السحور؟ تمام، هلأ مريض السكري دائما إن كان بشهر رمضان أو غير رمضان دائما عنده حمية، فهو لازم يكون متبعة بشكل أساسي. هلأ كونه الدنيا رمضان كمان الجسم بيطلب شوية سكر، فنحن بساعة الإفطار أول ما قال الله أكبر ما بيصير مريض السكري يروح على السفرة ويبلش يلا، لا، لانه هون بيصير عنده كمان نوبه ارتفاع سكر مفاجاه، كل اليوم بلا اكل وفجاه بلش اكل. لا، ببلش اول شيء بين حبه لثلاث حبات تمر، كاسه مي. طبعا تمر هلا في عالم حتقلي انه في سكر الفركتوز، فهو بيرفع سكر الدم، كمان هو فيه الياف فهو بيرفعه بطريقه تدريجيه، يعني ما هالارتفاع انه نط دغري مؤشر السكر، لا عم يرفعه بشكل انه الجسم بحاجه سكر فهو عم يعطيه الحاجه المناسبه. بعدين بيروح بينتقل لوجبه الشوربات، تمام، فتوش، سلطات، كل شيء الياف، بتعوضه عن السوائل، خاصه انه مريض السكر دائما يعني اغلب الحالات اللي ما بيصوم فيها مريض السكر بيكون بسبب التجفاف، انه هو كثير بحاجه مي، فلازم تكون متواجده الشوربات والسلطات على السفره. كمان في خطا كثير كبير انه هنا بيقولوا لك انه انت مريض سكر ما تقرب عن النشويات ابدا ابدا. في نشويات نحن بنستبدل النشويات بس مو انه نلغيها من حياتنا. صح، لا، نحن مثلا الخبز الابيض بنبدله بخبز اسمر، الرز الابيض برز بني، يعني كمان جسمنا بحاجه نشويات. بتقلل النشويات اللي بين الاسمر والابيض، او هي يعني كثير بيقولوا لك انه في ناس بتاخذها كمان كرمال الدايت وبرجع بيقولوا لك لا، يعني ما هي حسب الكميه. تمام، الكميه لها دور كثير كبير. طبعا هلا نحن هون حسب انه عندنا سكر بسيط وسكر معقد، السكر البسيط هو اللي عم يرفع لنا سكر الدم، فنحن عم نستبدله بسكر معقد. هي انه الفرق هون، انه ليش مثلا عم تاخده؟ لا، نحن بس عم نستبدل استبدال، بس عم ناخذ نفس الفوائد بس انه بحيث ما يرتفع عنا السكري. كمان بعدين هلا وقت وجبه الاكل مثل ما قلنا النشويات، بنحاول نبعد عن الدهون الدسمه كثير، زيت، زيوت، بنحاول ناخذ حبوب كامله، يعني كلها هي اكلات. المهم تتوفر جميع العناصر الغذائيه بشكل معتدل، مثل ما قلتي حضرتك الكميات كثير اساسيه. تمام، خاصه نرجع انه هو بالنهايه يعني كل حدا طبيب نفسه، وخاصه مريض السكري له وضع خاص. بنصيحه اخيره اليوم، وجبه السحور عند مريض السكري شو ممكن ياخذ او شو ممكن يبعد تماما عنه كرمال خلال نهاره ما يتعب؟ تماما، هلا اكيد الحلويات، الاكلات المالحه والحد هي بيبعد عنها. الكافيين هو مضر، وبالاساس هو بنخاف يصير عنده تجفاف، فلازم يخفف كثير الكافيين خاصه بشهر رمضان اذا كان المريض صايم ما بيصير. هلا كمان وجبه السحور لازم تحتوي على بروتين، بتتضمن كمان البقوليات، فول، حمص، عدس، كثير مهمه. بتتضمن كمان كميات كافيه من المي، طبعا ما يروح مريض السكري
على السحور يتذكر حاله انه ما شرب مي خلال هالفتره ويقعد يشرب، لا لانه هون الجسم بيطرح الكميات الزايده من المي اذا بيتعب الكبد تمام بيتعب كل شيء. فلا هو لازم من فتره الفطور لفتره السحور كل نص ساعه ساعه كاسه مي، يعني ما انه تتذكرها قبل الاذان بشوي لا، ويحاول كمان انه ياخر وجبه السحور لقبل الامساك، يعني ما بيصير انه ياخذها مثلا بعد قبل الامساك بشي ساعتين ثلاثه، لا ياخرها قدر المستطاع. طيب اخر سؤال، ايمتى لازم المريض السكري يوقف او يفطر يوقف صيامه؟ تماما ولو سريعا اكيد. هلا بس صار عنده مريض السكر عنده لازم انه كل ساعتين من وقت ما يفيق اللي صايم يكون عنده جهاز قياس السكر بالبيت مشان ما يضل نازل طالع، بده يقيسه 3 مرات اقل شيء، يعني كل ساعتين يضل عم يقيس السكر عنده. شاف السكر فوق 300 هون بيفطر، شاف السكر تحت 70 هون بيفطر. مثلا العمال اللي عندهم مرض سكري وعم يشتغلوا شغل كثير متعب، هدول بحاجه دائما لطاقه ودائما لسكريات، تمام حس حاله ممكن يصيبه نوبه هبوط اذا بلش يحس حاله يتعب فبيصيبه هبوط، فهون بيوقف اكيد بيوقف الصيام وبيفطر، حتى لو كان هون الطبيب انه ناصحني اني يصوم بس صارت معه ظرف طارئ فهون بيفطر اكيد. اكيد بنتشكر حضورك اليوم وكل النصائح الحلوه اللي ذكرتيها، ناطرينك بصباحات ثانيه ومعلومات اخرى. شكرا رشا لحضورك لليوم، دائما بتعطينا المعلومه البسيطه والسلسه، شكرا كثير لك رشا حبيبتي، شكرا لك. يا هلا.